أحبتي في الله، الصيام أثبت العلماء حديثا أن لديه قدرات هائلة على تجديد النظام المناعي بالكامل، إنتاج خلايا مناعية جديدة، إنتاج خلايا دم جديدة أيها الأحبة، خلايا بيضاء جديدة المتخصصة بمهاجمة الفيروسات. هذا الصيام أيها الأحبة يعتبره العلماء عملية من دون جراحة، يقولون إنك بمجرد أن تمتنع عن الطعام والشراب لمدة أكثر من 12 ساعة فإن الكبد يبدأ بالتخلص من السموم، الخلايا تبدأ بهضم الخلايا الصحيحة تبدأ بهضم الخلايا التلفة والشاذة والهرمة والمريضة. إذن الصيام هو إنعاش لهذا الجسد، ولكن الذي يهمنا الآن أنك أيها الأخ الحبيب، بدلا من أن تذهب إلى أحد هذه المراكز في أمريكا وهي من أحدث التقنيات في العلاج لتدفع بحدود $50,000 لكي يقوموا بحقنك بهذه الخلايا الجذعية لعلاج بعض الأمراض المستعصية، النبي صلى الله عليه وسلم يقدم لك علاجا مجانيا، أن تصوم معظم شهر شعبان ثم تصوم رمضان كاملا، بحيث أن الصيام يكون من الفجر إلى المغرب بحدود 16 ساعة تقريبا. العلماء يحددون فوق 12 ساعة يبدأ الكبد بالتخلص من السموم، تبدأ الخلايا بهضم والتخلص من الخلايا التالفة والمريضة والشاذة. على فكرة الخلايا الالتهابية أو خلايا الالتهاب هي خلايا شاذة مريضة يتخلص منها الجسم. يعني تصوروا أحبتي في الله أنكم بمجرد الصيام تعالجون مشاكل الربو، مشاكل الاختناق، ضيق الصدر، مشاكل التهابات الصدر، مشاكل التهاب الأمعاء، حتى إن العلماء يقولون أيها الأحبة الخلايا الجذعية التي تتولد بنتيجة الصيام لفترات طويلة يمكن أن تتحول وتفيد الأسنان والعظام، عظام واللثة. مع العلم أن العلماء يعتبرون أن الانهيارات التي تحدث في منطقة الفم، اللثة والأسنان، لا يمكن إصلاحها، الخلايا الجذعية تصلحها. تصوروا تصلح لك البصر، تصلح لك إذا هناك مشاكل في السمع، إذا كان لديك مشاكل في نظام عمل البنكرياس والسكري، نظام في الدورة الدموية وضغط الدم، مشاكل تصلحها هذه الخلايا الجذعية. هذه الخلايا لا تتولد بهذا الشكل الكبير إلا أثناء الصيام سبحان الله. لذلك احرصوا أحبتي في الله على صيام هذا الشهر أو معظم هذا الشهر، وسوف تجدون الفائدة إن شاء الله. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خبرگزاری بین المللی قرآن ایکنا